هذا المشكل هذا اللي طرا دابا في المهرك هذا مشكل عادي. علاش؟ لان دابا حنايا بغينا ناهلو تبوريده. كنا درنا اجتماع هنا قبل واحد الشهر هذا مع العلامه قبل من الموسم وتكلمنا معاهم على ضروره تاهيل الموسم. انا الناس ملي خصها تجي خصها تشوف واحد الفرجه نديرو بحال المهرجانات اللي كاينين في راكم تشوفوا كاع المهرجانات كتلقاو بعض السربات انها مأهله. ان اتفقنا اننا نقسموا العلفات على جوج، العلفات المؤهله اللي عندها لباس واحد موحد وعندها سروجه موحدين وعندها هذاك غادي يلعبوا في هذا المحرك، والفريق الاخرين هذه السنه يلعبوا في المحرك الاخر ريثما انهم ياهلوا روسهم. هادشي كلشي علاش ما نعطيو واحد الفرجه لهاد الناس اللي كيجيو موسم ملعب دار جوج المليون ديال الزائرين؟ قال خصنا نرتقيو بالموسم ديالنا. اتفقوا الاخوان دارت واحد اللجنه فيها هما الخيال اللي عزلوا اللجنه بعضياتهم، داروا واحد اللجنه بيناتهم عزلوا واحد 8 الناس اللي هما هذو اللجنه اللي كنا مجتمعين معها باش تشرف على هادشي. كاين شي اخوان ما عجبهمش الحال، ربما هما اللي شو طريقه باش انهم عبروا على 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 عدم الرضا ديالهم لهذ المساله هذه. هادشي راه هو هادشي راه كيوقع، ماشي نكونوا واقعيين. ملي كتجي تبغي تبدل ولا كتبغي تغير شي حاجه راه من طبيعه الحال فهمتني هادشي كيوقع. لا شوف هنا كنقول لك انا هذا باجتماع رسمي وكلهم سينو في العدد حضور اكثر من 120 علام. اليوم هذوك الناس اللي ما باغيش يحركوا تما كيجيو لهم يقلبوا في راسهم والو، كي دائما كيلقاو شي سبب من الاسباب كيقول لك اودي حنا هذاك المحرك غير مؤهل. حنا كنقول لهم اودي حنا هذاك المحرك اللي درناه متنفس لهذا المحرك على اساس باش ما يبقاوش الناس كاين كيبقى نهار يومين عاد كتجي كتضرب ضربه واحده. لهذا درنا هذاك المحرك الثاني راه درناه ليهم، حنا كنا خدامين ليهم. سيد العمل على اقليم جديده، على اقليم جديده كان على واقف على كل على قدم وساق من اجل هذا المسار سميتو، والامور غادا كل على احسن ما يرام. وان شاء الله هذا راه ما هو والو، راه هنا غادي التنظيم على احسن ما يرام وغادي يكون شي مزيان.